الأساس في خط وسط الميدان. صوفا وكريم الأحمدي بينما لدينا كرة مغربية حكيمة لكن بعيدة الماضية أمام منتخب البرتغال. تمشي كرة لنور الدين مرابط من قرارات تحكيمية ربما نقطة ربما الانتصار في مباراة البرتغال، لأنه يعني آمنا بحظوظنا وبفرصنا من أجل الإبقاء على الأمل. جهة اليمنى والموجود كارباخال، عملية المرور لم تكن ممكنة في المنافسة. إنيستا، هذه كرة خطيرة ملعوبة في الجهة اليسرى، المتابعة ممتازة. هنا التصدي وأول اختبار لحارس المرمى منير المحمدي. هنا لكارباخال ينطلق في الجهة اليمنى، لازم من التغطية بعد ذلك. تخرج هنا مباشرة إلى أول ركنية، يقول الحكم نتابع هنا الرقابة لهداف وكولياتور لاروخا. البرازيل 2014 وأول كأس عالمية كانت في 2010 بجنوب أفريقيا. صافرة من جديد وركلة حرة في هذه الأثناء. أصابك يا مرابط، أصابك في هذه اللحظات، أصابك يا نور الدين يا مرابط. هدوءك في هذه الأثناء، صراع بين وبين راموس. نعم لا نستغرب مثل هذه المواجهات اليسرى. هنا ملعوبة من إسكو داخل منطقة الجزاء والتغطية رائعة، تصل لكارباخال، حذاري من هذه الكرة العرضية سريعة. سير أخويا، سير أخويا، سير. هي جول، هي جول، هي جول، هي جول. جيريو صرح حذر من التسديد. إنيستا يسددنا واحدة ديد، طلع كرة، طلع كرة، ميمارش، ميمارش، خطيرة، خطيرة. التعادل للاروخا. رد بالك من الجهة اليسرى، مرور كان سريعا الجهة التي يتواجد فيها اللاعب نبيل ديراس. مشاهد فكرة، هذا هو الهدف رقم 11 مع المنتخب الإسباني. بينما كرة ملعوبة في الجهة اليسرى، إنيستا دائما الرسام إلى وراء آخر، تنفذ هذه الركنية على القائمة الثاني. ومنير المحمدي في الاستلام، ميمارش، ميمارش، دييغو كوستا، ميمارش، برافو. كان عند بيال، انطلق يا أبو طيب، الثاني هو، هو جول. ثلاثة مقابل لا شيء، وهذا الأمر ربما يكون عنده تأثير سلبي. كيف ضيعنا تلك المباراة؟ بين مادي خطيرة، خطيرة، خطيرة يا دييغو. يلعب إيسكو، يرتكز على ألبا، حكيمي بالرأس، الرسام إنيستا أمام الطواحين الهولندية في خطأ وفي إنذار. نتابع للركلة الحرة الجانبية لفائدة المنتخب الإسباني، كبير داخل منطقة الجزاء، وراقب على الخصوص لدييغو كوستا. اليسرى لفائدة لاروخا، إنيستا يلعب بينيا، راي راي إنيستا. خطأ يا أشرف، خطأ يا أشرف، حذاري من هذه الكرة. ألبا، جوردي ألبا على الجهة اليسرى، حذاري من إنيستا، حذاري من إنيستا على الجهة اليسرى. شوف هنا الاصطدام العفوي، كوستا، إذا ستلعب من دافي سيلفا، دافي سيلفا يدار متقدم إنيستا، خطير، خطير إنيستا. طلع كرة يا مبارك، طلع الكرة يا مبارك، والحكم يصفر خطأ. نعم مورو في الدفاع ويترك الكلمة يا الإسبان، راسية لكن بعيدة تماما. نعم هذا ما يبحث عنه بالنسبة لزين الدين زيدان، والهدف الأسطوري لزين الدين زيدان. السيف يترك إيسكو مرفوع على القائمة الثاني. المراقبة كانت موجودة بالفلجية اليسرى، حكيمي يمر فرصة تسديد مرة تالية، مرة تالية. الثواني الأخيرة من عمر هذا الشوط، حذر من إنيستا، حذر من إنيستا. في كل مرة يستلم فيها إنيستا الكرة إلا وتكون الخطورة. دقائق الجولة الأولى، كان محاصرة من الثنائي مروان داكوستا، دائما تبقى مغربية عارضية داخل منطقة الجزاء القائمة الثانية. نعم لكريستيانو رونالدو، مرابط ينطلق مرة، لكن وين يا مرابط؟ عندك المجال يتقدم، هناك لمسة يد، هناك لمسة يد يا الأوزباكي. يعني في بعض الأحيان حرام علينا وحلال عليهم. كثيرا في الصوت، بينما كرة وديخية، توقيت الخروج ممتاز، رجعة مغربية بإمكان التسديد. يونس، يونس، والكرة تطوس. سنرى نفس الحكاية ونفس الرواية ونفس السيناريو. نعم استحواذ، هي خطيرة، دافيد سيلفا يدخل، ما يسددش دافيد سيلفا. نبيل درار، كورتك يا نبيل، تتركها إلى
منير المحمدي. نعم لا مشاكل في المنتخب المغربي. هذا ويسكو العرضية لكارفاخال على عرضية كارفاخال في نهاية الأمر الركنية. نعم الركنية إسبانية منير المحمدي بالفعل حاضر. نور الدين مرابط تسديدة يا مرابط. خيرة في غيرة مرابط عليها يا مرابط. سدد يا كريم هنا يتجرؤون يتمردون على الدفاعات يا الإسبانية. هناك مشكل منذ سنوات في محور دفاع المنتخب الإسباني. هذه الإعادة عيدها يا مخرج واستمتع بها يا مخرج واستمتع بها يا مشاهد. ليس منتخب عادي, هذا ليس منتخب متواضع. هؤلاء أسود أكدوا بأنهم قادرون على كسب الريان. إسبانيا خطيرة في القائمة الأول. أسعدنا كثيرا تصل الكرة في الجهة اليمنى خطيرة لك. هدفين ضد البرتغال وهدف لطيران. كرة أمامية خطيرة. عندك الآن الامتحان. كرة مرفوعة من النص. حذري من تملا حذري من الكرة الضائعة. هذه عرضية لفئة المنتخب الإسباني مرفوعة. يا ديرار ما تخليش يضرب الكرة يا ديرار. كما قال رونار سنلعب وكأن مباراة نهائي. طب مراقب من ديرار ترجع مرة أخرى لإيسكو. ستتواصل حياة ستتواصل والمشوار سيتواصل. قطار مرور السنوات يعني زادت الخبرة, ولكن هناك تحدي آخر في كأس إفريقيا. حذاري من واتو خطيرة. قدم الكرة أكثر من لزوم لعب دافي سيلفا. عادت الحياة, عاد الأمل, عادت المجموعة, عادت الروح وعادت الانتصارات وعدنا إلى العالمية كبيرة. عليك أن تلعب بهذه الطريقة. إنييستا العرضية والعزيمة حاضرة والعرضية حاضرة. لكن المتابع 30,000 مغربي حاضرون بكالينغراد. نادي ريال مدريد يا السنوات الماضية كرة مرفوعة. هاي الصورة أمامكم والدليل أمامكم. كرة في الجهة اليمنى وحدة الدين لكن يقرأ بشكل ممتاز. ترجع مرة أخرى مغربية. ديرار يرسل أمامية. اليوم مغربي في نهائيات كأس العالم بعدها تولت الأهداف. ولا ننسى كذلك هدف الغزواني في مرمى البلغاريين 1-1 على الأقل يعني سجلنا هدف. بهدف غادر هدف الدقائق الأخيرة من ماتيوس لوتير. المغرب وبلجيكا في 94 يعني مع الشاوش مع كذلك الباجاوي الباجا. وانتصار كان لنا وهنا فرصة لنا في الجهة اليمنى ناحية اللاعب أنصيري, ولكن تطور بعد ذلك فوز فيها. وهذا حصل في 94 أمام بلجيكا لزياش. تعصيبة العرضية الفار في اعتقادي خدم المنتخبات الكبيرة. جول 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 جول. هدف أنصيري, هدف ولا في الأحلام, هدف ولا في الخيال, هدف في مرمى الإسبان. أخيرا جبناها, أخيرا حطيناها في الشبكة. مدخية حداري من هذه اللقطة. كرة للجهة اليسرى إنييستا العرضية مرة جانبية. مرة سليمة هذه على المرمى. لا يعرفون المستحيل. المستحيل ليس مغربيا. الأخير على نهاية الوقت الرسمي أمام يدي الكرة. أخرج يا منير. أراي هذه الصورة لا توصف صراحة, يعجز الوصف. حداري من هذه الكرة رودريغو خطيرة. كرات الحمد لله فيها صافرة. الحمد لله فيها صافرة وفيها راية. الحمد لله فيها صافرة وراية. وركلة حرة لفائدة المنتخب المغربي. حتى الحكم إيرماتوف سيلجأ إلى الفيديو. نعم يقرر الهدف.
يقر الهدف في هذه اللحظات يا مشاهدينا الكرام. هدف التعادل مع الأسف في الوقت البدل الضايع. قلت مشاهدينا الكرام هنا الحكم أقر الهدف، واحتجاج قوي من العاصرة المغربية على قرار الحكم. طبعا الراية كانت مرفوعة بعد مروان داكوستا يرسل أمامية فرصة هنا، لكن معي رمي وصلت الكرة أنت تلعب نعم أمام نجوم البارسا والريال. فيها خطأ نعم فيصل فاشكيتس، لكن المتابعة من نور الدين. يا نور الدين ركلة مرمى بالفعل. إذن انتهت الأمور والحكم بعد تنفيذ ركلة المرمى سيعلن على نهاية المباراة. مباراة تاريخية ومباراة شجاعة ومباراة فعلا لم تخرج عن سياق المباراتين الماضيتين، لأن الأداء فعلا كان مبهر وأداء كان أكثر من رائع في هذه البطولة، ولكن كم هي قاسية كرة القدم وكم هي ظالمة أحكام كرة القدم أن نخرج بهذا الشكل وفي